مين على الباب؟ مين على الباب؟ أنا إبراهيم يا كريمة. إبراهيم؟ جاي شوف نديم شوي. خيك نايم. بشوفه هو نايم. تفضل. إبراهيم ما تعمل جهد، خليك مرتاح. أنا هيك مرتاح. منيحك؟ شكرا. كيف حاسس حالك؟ مرتاح، أحسن بكتير. ولا يهمك يا خيي، من بكرة رح يكون عندك أحسن حكمة بالبلد. مش ضروري، الحكيم آدم موجود وشاطر كتير. رأيين أحسن من رأي واحد. بكرة من طلوع الضو بتتركوا هون بترجعوا على البيت. مش لازم ناخد رأي نادر بالأول؟ ماني طالب برأي حدا، أنا الكبير بالعيلة وأنا بقرر. خيي لازم ينام ويرتاح. لا الغرفة عجبتني ولا هالنوم عجبتني. اشتقت لك حبيبتي. وانا اشتقت لك، رحت ما ودعتني. وداعك صعب امور. هلا بعد ما التقينا ما لازم نفترق ابدا. انا ما جيت حتى نفترق. هيدا عهد مني بالوفا والحب مدى العمر. خطبتني وقريبا رح ننقل الخواتم للايد التاني. يعني ناوي تبقى؟ لا، ناوي ارجع واخدك معي. قادرين نعيش كلنا سوا عيلة وحدة، ليه لا ترجع؟ المسافة اللي بين اهلي وبيك كتير بعيدة. القلوب قربت المسافات، بيك مريض وبي خاف عليه، اهلك رجعوا. رجعوا لهون؟ عمك ابراهيم صار جايب 3 حكمة، والحكيم الثالث عم يفحص هلا بيك، والكل ناطرين النتيجة. هالقد مرض خطير؟ بالعكس، ما بيشكي من شي. فيك تسأل حكيم آدم. إذا ما بيشكي من شي ليه عمي طلب كل هالحكمة حتى يفحصوه؟ خايف عخيه وعصحة خيه،